الحمد لله، يعني في العام الماضي منحنا ما يقارب 1,200,000 تأشيرة، المخالفات فيها ما يتعدى 1%، اليوم في أكتوبر تعدينا هذا الرقم، وأيضا المخالفات 1%. واللي أحب أبينه إن إحنا وضعنا بدورنا الدايناميكي نضع الضوابط اللي تعالج بعض المشاكل اللي أنتوا بينتوها، مثل يعني في أي تسهيل. إحنا اليوم نعيش في منافسة شرسة بالنسبة لجذب السواح والمستثمرين في منطقتنا، وهذا يتطلب أن نقدم تسهيلات لتخدم اقتصادنا، ويصاحبها بعض الأحيان يعني الممارسات السلبية اللي احنا نعالجها. وبطبيعة العملنا احنا وضعنا الضوابط، منها التشديد، يعني مثل ما تعرفون موظف الجوازات هو الصمام الأمام اللي يقرر من يدخل ومن ما يدخل البحرين، واحنا يعني شددنا هذه الضوابط على الجنسيات اللي حسينا قامت تبتدي تستقل هذه التسهيلات، من خلال اولا التنسيق مع شركات الطيران في انها ما يركب الشخص اللي ما مثلا ما عنده تذكره عوده، ما عنده اقامه، ما عنده مبالغ، والقرار النهائي عند موظف الجوازات اللي يتاكد من هذا الشيء. وبالفعل يعني كثير من الحالات نرجع الناس اللي تبين لنا انه هو جاي للبحث عن العمل وليس للسياحه وللهدف الحقيقي من وراء هذه الزياره، ونجحنا. يعني لقينا ان انخفضت ربما التحويلات هذه يمكن ما يعادل 37% عن العام الماضي، مجرد ان وضعنا هذه الضوابط والاجراءات. طبعا لا نمنح التاشيره للسجلات المخالفه او اللي نشوف عليها عدد اكبر من اللازم، يعني من عدد الموظفين اللي فيها. بدينا ندقق ايضا على المخالفين بشكل عام، ونشوف من خلال الحملات التفتيشيه سواء كان مع الـMRA او السياحه، فاحنا انتم تشوفون حملات تفتيشيه يوميه تم التعامل معاهم وتسفيرهم في حاله مخالفتهم لاشتراطات الاقامه. وايضا بالنسبه لبعض السجلات اللي ما عليها، اكتشفنا بعض السجلات ما عليها موظفين، منعنا ما نمنحهم أي تأشيرات. فهذه الإجراءات صراحة